نجم جزائري متألق في الملاعب الأوروبية، واحد من ضمن المواهب العربية الأكثر تأثيراً في العقد الأخير، وقاد منتخب بلاده لتحقيق لقب غائب منذ عقود. النجم هو رياض محرز، صاحب قصة صعود ملهمة واللي بدأ حياته في أحد ضواحي العاصمة الفرنسية وبالتحديد حي سارسيل المشهور إنه أكبر تجمع للمهاجرين بفرنسا، وكمان بيعاني سكانه من التهميش والبطالة. محرز كان دائم الذهاب لوطنه الأم الجزائر في العطلات واللي كان بيقدر فيها يبعد شوية عن مأساة الغربة. وحكى رياض قبل كده ان الحي اللي بيقيم فيه بفرنسا شهد اعمال شغب واطلاق نار بين المحتجين والشرطة الفرنسية، وبسبب الاحداث دي فضل محرز واسرته بالمنزل لاسابيع خايفين انهم يكونوا ضحايا الاحداث العنف اللي بتحصل في الشوارع. محرز وقتها كان عنده 14 سنة، فطبيعي اللي بيحصل ده يأثر على نفسيته. فتخيل كده طفل تحت بيته معارك بين الشرطة وملسمين ووضع غير آمن بالمرة. وعانى محرز في طفولته من ألم الهجرة والبعد عن الوطن، لكن كان دايماً للجزائر مكان في قلب الطفل اللي هيصبح بعد كده قائد لأحلام بلاده كلها. ورغم المعاناة والأزمات إلا إن بصيص أمل كان دايماً موجود في حياة محرز. فعلى سبيل المثال الحي اللي بيقيم فيه واللي بيعد واحد من أفقر أحياء فرنسا كلها وأكثرها شغباً كمان، ولكن الحي ده أنتج نجوم كتير في مجال كرة القدم، وأشهرهم على الإطلاق هو الأسطورة الفرنسية زين الدين زيدان، قائد تتويج الديوك الفرنسية بمونديال 1998 على حساب البرازيل. وطبعا زيدان من أصل جزائري، فده كان دافع لمحرز إنه يتغلب على كل الصعوبات ويركز إنه يبقى نجم كرة قدم كبير. ولكن النجم الجزائري مر بأزمة صعبة في عامه 15، وده بسبب وفاة والده بنوبة قلبية، وكان الوالد سبب رئيسي في تعلق رياض بكرة القدم، وكان من أكتر المحفزين حتى أنه كان بيرافقه في كل تدريب وكل مباراة وكان المشجع الأول له. فرحيله كان صعب على رياض جدا، فتخيل إحساس طفل فقد أهم داعم ليه، وتخيل أسرة مهاجرة بتفقد السند. ولكنه ما سابش نفسه كتير يعيش في حالة الحزن دي، بل انه صرح فيما بعد ان وفاة والده جعلته اكتر جدية وتركيز، وتعهد لأسرته بالكامل انه هيبذل كل ما لديه من جهد عشان يبقى كما اراده والده نجم كبير في عالم كرة القدم، وهيعتبر ده تكريم منه لروح والده الراحل. ووصف محرز رحيل والده ان كان نقطة الانطلاق، فبعد الصدمة بدأ النجم الجزائري يرى طريق المجد ساطعا امام عيناه. وفي بداية مسيرته الكروية واجه النجم الشاب صعوبات من نوع آخر، فصرح محرز لصحيفة جزائرية إن مدربيه في مرحلة الشباب أخبروه ذات مرة إنه مستحيل ينجح في مجال كرة القدم، وده بسبب مظهره. وقال بالنص إنهم كانوا يخبرونني دائما أنني نحيف للغاية وأن الجميع أقوى مني بدنيا، ولكن كانت ميزاتي الوحيدة هي المهارة العالية. ولكن محرز عمل بنصيحة أحد مدربيه لما قال له كن كما أنت، استخدم مهاراتك العالية، وكن أذكى من خصمك، وتجنب الدخول في مبارزات بدنية. وبالفعل استطاع محرز الشاب من تطوير مهاراته وسماته الشخصية، والتطور ده خلاه ينتقل من نادي الهواء لأحد أندية الدرجة السابعة في كرة القدم الفرنسية. والمدهش ان رياض استلف 160 استرليني تمن تذكرة القطار، وده عشان يسافر من الحي المقيم فيه للنادي الجديد. وبعد أداء رائع مع عدة أندية فرنسية لفت محرز أنظار الكبار في فرنسا ومنهم مارسيليا وباريس سان جيرمان، لكنه على عكس الآخرين اختار ينضم لنادي بينشط في الدرجة الثانية، وده بسبب ضمانه فرصة لعب أكبر معاه على عكس فرق بحجم باريس ومارسيليا. قرار محرز ده بيعكس عقلية اللاعب اللي اختار انه يلعب مع نادي درجة تانية على انه يروح نادي كبير ويقعد على الدكة. وبعد فترة وجيزة انتقل محرز لصفوف ليستر سيتي الإنجليزي عام 2014، وبعد عامين قاد محرز ليستر سيتي لتحقيق المعجزة الكروية وفاز معاهم ببطولة الدوري الإنجليزي عام 2016. وقال محرز عن فترته في ليستر إنها كانت من أسعد فترات حياته، وإن عمره ما ندم على إنه انضم الفريق التعالب الإنجليزية. وبعدها بأقل من عامين وتحديدا في الانتقالات الصيفية لعام 2018 تعاقد العملاق الإنجليزي مانشستر سيتي مع رياض محرز بحوالي 60 مليون استرليني، عشان منذ التاريخ ده وحتى
حتى الآن بيسطر محرز تاريخ مع كتيبة بيب جوارديولا. ولكن النقطة الأهم في تاريخ محرز هو تحقيقه لقب كأس الأمم الأفريقية 2019 واللي اتلعبت في مصر، وكان من أبرز نجومها هو رياض محرز عشان يحقق رياض حلم والده ويصبح واحد من أفضل لاعبي الدوري الإنجليزي، واحد من أفضل لاعبي العرب عبر تاريخه.